وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تعمل مع مصر من أجل دولة فلسطينية ذات سيادة. ولفت الوزير الفرنسي إلى ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية. نعمل من أجل وقف إطلاق النار، ولكن يجب أيضا أن نحضر لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة بإطار جديد وتشكيلة جديدة، وإن شرعيتها سوف تتوقف أيضا على الاحترام الحقيقي لسلطتها وخاصة من قبل الإسرائيليين، وستقف كذلك على قدرتها على تحقيق تقدم ملموس لأمن الفلسطينيين وللاعتراف بحقوقهم السياسية.